ماذا سنفعل غدا؟ سنصل إلى مدينة بيرم، سيقابلنا أشخاص طيبون. مرحبا يا بيرم، مرحبا يا إقليم بيرم. الشيء المهم هو الأمن. مهرجان دلفي الذي يستمر لمدة 6 أيام يعتبر أكبر مسابقة في مجال الفنون. لعدة أيام أصبحت مدينة بيرم العاصمة الثقافية لروسيا. الجوائز شملت 28 فئة. تراوحت فئات المسابقات من العزف على الكمان والبيانو إلى حماية البيانات الشخصية. لا يجب الإفصاح للغرباء عن بياناتك الشخصية مثل بيانات البطاقة المصرفية. تتراوح أعمار المشاركين ما بين 10 و25 سنة. يمكن قياسها إنها من مجموعة أزياء كراساوا. العام الماضي أجريت المسابقات عن بعد بسبب جائحة كورونا. دورة هذا العام أعادت إلى تقديم العروض مباشرة من على خشبة المسرح كالمعتاد. مهرجان دلفي أقيم لأول مرة قبل 528 عاماً قبل الميلاد. جرت وقتها منافسات موسيقيين وسباقات ألعاب القوى. حالياً أصبح المهرجان مشروعاً ثقافياً دولياً له مقر رسمي في موسكو. مكانة مهرجان دلفي في عالم الفنون توازي مكانة الألعاب الأولمبية في الرياضة. ذكر مستشار المحافظ المجتمعين بتاريخ بدء مهرجان مسابقات دلفي الإبداعية. في المكان الذي اعتبر مركز العالم شيدوا هيكل أبولو وأوراكول دلفي. تحركوا في ذاك الاتجاه. للوصول إلى المشاركة في هذه المسابقات يجب أن تفوز أولاً في المسابقات المحلية في منطقتك، ويشارك في مسابقات دلفي فقط الأفضل. فور وصولنا نتوجه إلى التدريب. ذهاباً وإياباً. بعد انتهاء العروض يقام الحفل الختامي. كل أعضاء لجان التحكيم هم من المشاهير في مجالاتهم. أنا أدعم ترويج الثقافة الروسية، هذا ضروري. أما الموسيقى فيجب الحديث عنها بجدية. سأحضر حلويات داري سيبيريا. مرحباً، أنا اسمي أنجلينا، أنا أمثل ضواحي مقاطعة تيومين في مسابقة فنون الطبخ. من النبق والبروستيكا. الطبق الساخن سيكون روليت الدجاج بالصنوبر. كل القدور والأطباق معي. أنجلينا حضرت وهي في 8 أول فطيرة، وفي سن 12 حضرت الحساء. يوجد نعناع، وجدت زعتر، كنت أعتقد أننا لن نجده. إنها تنوي إدهاش حكام المباريات بسفلي سمك الشكور المزين بصلصة الطماطم والسبانخ. ممتاز، لا يوجد سبانخ. وجدت سبانخ. أحضرت معي كل هذا، كل ما على الرف. حصلت أنجلينا على دبلوم خاص عن الأطباق الثلاثة. في الموسيقى يقولون إنها ليست النوتة المطلوبة. كذلك هنا، إن كانت المكونات سيئة سينعكس ذلك على الطعم. حضرنا لتمثيل إقليمنا وعرض مقدراتنا. أريد الحصول على المركز الأول. حظاً سعيداً. يا شباب ركزوا، سنخرج ونعطي كل ما لدينا للجمهور. رحلتنا كانت رائعة، كل شيء ممتاز. مرحبا، أنا غدير من مدينة تيومين، سأشارك في مسابقة الغناء الأكاديمي. آمل أن أمثل منطقتي بشكل لائق.
غدير باريتون. عندما سمعت المعلمة غناء وكان وقتها تلميذاً في الصف الأول، نصحت والديه بإرساله إلى مدرسة موسيقية. في البداية كان مولعاً بأغاني المنوعات، ثم أدرك أن الغناء الأكاديمي هو أعمق. لا تقلق. لا بأس، أنا أحضر نفسي. متوتر قليلاً، هذا يحصل مع كل الفنانين، ومع ذلك أنا مستعد. الصوت جيد، نهضت مبكراً ثم أفطرت، كل شيء كما يجب. رقم 5، غدير بيراموف، مقاطعة يومين، هاندل، غناء أوبرالي منفرد، كسيركس. أنتم رائعون، ممتازون. بصراحة لا فكرة عندي عما سيحصل، لكن آمل أن تكون النتيجة جيدة. لن أخمن، لكل مميزاته. النغمة الأخيرة. فعلاً؟ نعم، يزداد مستوى المقالات صعوبة عاماً إثر عام، إلا أن الشباب يطورون الأداء، ما يؤكد ارتفاع مستوى مدارسنا. عازم على الفوز، المزاج جيد. يوماً سعيداً يا بير، استقبليني. إنه يشارك للمرة الثالثة في الألعاب، هذه المرة جاء لينال الميدالية الذهبية. سيرجي عمره 13 عاما، يعزف على الهارموني والبلالايكا ويمارس الجودو والرياضيات، لكنه يجيد الغناء أكثر. يتفوق في الأغاني القوقازية والفولكلورية الصعبة. أمل في الحصول على المركز الأول، غير أن هذا يعود إلى الحكام. الشاب استطاع إظهار كل طاقته وقوة الغناء الرجولي. كل الفنانين الذين حضروا مميزون. رسمتها في 12 ساعة خلال يومين. عدد الراغبين في المشاركة في منافسات الفنون التشكيلية عدد كبير جداً. لقد حضر 107 متنافسين للمشاركة في هذا الاحتفال، وهم يودون فعلاً المنافسة. المجموعة مكرسة لدور المرأة في مجتمعنا. اسمي صوفيا، أمثل مقاطعة أرخانجلسك في منافسة تصميم الأزياء. هذه صدرية، أهم شيء بالنسبة إلي هو المحتوى، كل المعنى معبر عنه في شكل أفانغاردي. صوفيا في طفولتها كانت تصمم أزياء الدمى. إنها تمارس المهنة منذ 6 سنوات، وقد بدأت العمل في مسرح الموضة حيث تعلمت الخياطة وهي تقيم عروض أزياء. أحضرت المشاركة في الألعاب مجموعة من 5 أطقم. ألعاب الدلفي مسابقات روسية، لذلك يتوجب احتواؤها على مكون وطني. فكرة هذا التصميم تعتمد على زي عمال المناجم. هذه أفضل مجموعاتي، تفوقت فيها على ذاتي. أذكركم بأن كل المجموعات تدخل من الشارع. من الثالث؟
هؤلاء حازوا على المراتب الثلاثة الأولى، كلهم مشهورون الآن، أغلبهم يعمل في التدريس. لم يتخلى أي ممن شارك في مسابقات دلفي عن صناعة الأزياء. أشعر بالحر. هي متعبة وترغب في خلع القبعة في أسرع وقت. هذه دومرا، أشارك لأول مرة في مسابقات دلف عن مقاطعة نوفوسيبيرسك. أنا عازم على الحصول على المركز الأول. عمر بيوتر 10 سنوات ويسمونه الطفل المعجزة. إنه يدرس في مدرسة الموسيقى بمدينة نوفوسيبيرسك. بيوتر، اعزف ببطء من فضلك. تخطئ من فا إلى سول. بيوتر شارك ببرنامج للكبار بما في ذلك ارتجال على نمط كونتري. ألكسندر تسيغانكوف عضو في لجنة التحكيم. لقاء جيلين يعزفان على آلة الدومرا. عزفي سيء، لم أعزف بعد النوتات. أمس رأسي كان يوجعني، أصابعي لم تطاوعني. مؤسف أن الجائحة أثرت على المشاركين. كلما كان عدد المشاركين أكبر كانت المنافسة أشد، إلا أن التنافس يبقى موجوداً. أتمنى التوفيق للجميع. تشكيل الشعر يظهر الشخصية، هذا يتطلب مهارات جيدة ونظرة إبداعية. 3 2 1 قف. العارضات يبقين في أماكنهن. هذه مرحلة تطور بالنسبة للمشاركات ذوات الخبرة كما للمستجدات، كلهن هنا يتطور. بتصفيفة كهذه من المستبعد إثارة دهشة أي شخص. نحن نحضر لعمل نشارك به في منافسة. هناك صناعة كالفن وهناك فن خالص. حضرت للمشاركة في ألعاب دلفي للفوز وإظهار مقدرتي على صنع جمال كهذا. يجب علي تقديم عمل حول موضوع الخريف الذهبي في مسابقة الحرف الفنية. إنها المرة الأولى التي أسافر لمدينة أخرى. بولينا في 15 من عمرها، فتاة ريفية تعمل منذ 5 سنوات في مجال المنسوجات الفنية، تتعلم تقنية خياطة الرقع. يجب إنجاز المهمة في زمن محدد. على حد علمي حددت المدة هذا العام ب5 ساعات. ندرس علم الضوء في حصص الرسم، ونستخدم هذه المعرفة في العمل على القماش. يجب أن تعرف وتحب مهنتك. جاءنا موهوبون من كل أنحاء البلاد، أكثر من 2000 مشارك. فريق بيرم قوي جداً. يجب عضها. أهم شيء أن المهرجان أجري بحضور الجميع. هذا عيد كبير للكل، فالجميع يترقبه. أصبح بمقدور هؤلاء الفنانين الصغار جمع ملاعب بكاملها. هذا الحفل الختامي يعتبر للغالبية أول حفل في مسرح كبير. بعضهم ينتظرونهم لحفلات منفردة في مدنهم. والفريق الحائز على أكبر عدد من الميداليات يصبح الفائز في الألعاب. إقليم بيرن.